عامل ايه؟ سعادتك منورنا. الله يخليك. منورنا. اتفضل. ازيك يا مروان؟ ينسون بقى وبتسلك الحمد ايه؟ ايوه. عشان نغني. ازيك يا مروان؟ الحمد لله تمام. تمام. اتفضل. اتفضل. الله يكرمك. سكسكه؟ طيب. س س س تمام يا باشمهندس؟ شكرا يا مروان. طيب استاذ محمد بقى. ابو نوسة كده تمام؟ ايه يا باشمهندس؟ مره كمان لو سمحت بس. عادل له تيله يا ايه ده وبزيع يبقى ماسك زراديه في ايده بعد كده. طبعا اي حاجه فيها سين. ستي بسبستي ستو بسبست له بسبوسه بالسمن والسكر والعسل عسل وكسل يا باش مهندس ولا لا زي العسل. ايه رايك؟ تمام كده. شكرا. مش عايز بقى سكر وعسل وكل. والنبي حد يجيب لي شاي لان الشاي ده قرب يخلص. يا باش مهندس يحيى. بعد الله. بعد الله. ماشي في الفصل. فصل عشان عندنا اهو يا باش مهندس. اللهم صل على النبي. مساء الخير يا استاذ لطفي. الله يخليك يا فندم. استاذ حضرتك ازيك حبيبي؟ اهلا وسهلا. ازي سيادتك؟ الله يخليك. نورني. الله يخليك يا فندم. الله يخليك يا فندم. باشمهندس يحيى هو استاذ محمد قاعد على يمينك. الموهبه في الصوت. اه خلي بالك ما تتكلمش في حاجه بقى. انا فهمت الموضوع. اتفضل كده يا استاذ لطفي. تحت امرك. قول واحد اتنين. واحد اتنين. واحد اتنين. مستمعينا مساء الفل عليكم وكل سنه وانتم طيبين. ضيفنا اللي منورنا النهارده هو فنان خفيف الدم. نجمنا اللي مشرفنا النهارده ومنورنا هو النجم محمد لطفي. يا محمد مساء الفل وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله 100 100. كل خير. حكايه تجربتك الكتابيه في فيلم اولاد البلد. لا انا بص مش عايز اتورط في الحكايه دي. ليه بقى؟ انا ما جربتش. لا ده خبر كده طلع غريب. احنا ما كتبتش فيلم. ف اتفضل يا محمد اتفضل. فيعني الحقيقه انا ما كتبتش الفيلم. مالك يا مروان في ايه؟ لا انا قاعد بس بقى عايزين نشرح لمستمعينا. احنا بنسجل بقالنا كتير قاعدين من الصبح. معلش انا مسامح بس واضح ان انت داخل تنطق هنا جنبي اذاعه بقى ومحدش شايف. محدش شايف بالظبط كده. هتقوم تمشي لي على السقف؟ لا لا على الارض بس. يلا. طيب كنا في الكتابه. لا انا الحقيقه ما جربتش اكتب افلام لكن يعني ممكن ابقى مشارك في الحوار. يعني نوع الحوار خصوصا لما يبقى المايك جوه بقي فالحوار هيطلع غريب جدا. خلي بالك مستمعينا خليكم معانا. معانا النجم الفنان محمد لطفي منورنا ومشرفنا النهارده. فاصل اعلاني سريع ونرجع على طول معاكم. يا باشمهندس يا مورو انت بتقول لي المايك بيخروش يا جماعه. في مشكله يا باشمهندس. في مشكله يا باشمهندس يحيى. ما تزعقلوش. انا مش بزعق. حاضر. مش دي المشكله. لا لا يا عصام. انا مش بعيب. انت غلط. خش شوف المايك. عباقرة السمع في العالم. اه تعالى يا لا يا حبيبي انت بقى ايه بص تقف عليها كده بص. لا روح اقف بعيد. روح اقف بعيد يا عم. مايك ايه يا عم؟ مايك اهو يا حبيبي. مايك اهو. روح يا كابتن. اتفضل 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 بقى دلوقتي. لا اتفضل. متشكر على ذوقك. شكرا 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 شكرا. ما تاكل لبان ليه في الجو ده؟ يلا اتكل على الله. انت عايز يا حبيبي؟ لا يا حبيبي تمام. هو المذيع هو في مهندس. يا باشمهندس يحيى. احنا يعني يا ريت تيجي انت تتابع بنفسك بعد اذنك. لا سيبهم هم لبعض. تابعوا مع بعض يا جماعه لما اجي لكم تاني. همشي المشوار ده كله. يلا يا جماعه دي على الهوا. يا راجل ولا هوا ولا ورق. محمد يلا يا محمد انت معاك مساعد. بص يا باشمهندس يحيى خليك معانا. المشكله ان انت شايف النور. بص هنستسمحك بس احنا عايزينك انت معانا مش عايزين حد تاني بعد اذنك. فخليك بس واقف لو في مشكله انا هقول لك في ودنك. هجيب كرسي واقعد هنا. ماشي بعد اذنك. واقعد الكرسي. ايه الواد اللي بيدخل هو ماله بينا يا عم الناس دي؟ والله ما عارف. انا ما بشوفش اشكالا. ما هو دي هحاول اعمل ايه. ما ممكن تشوفش اشكال بس تشوف تصرفات. انا شايف انوار والله يا استاذ لطفي.
خلاص 3-2 هوا. مستمعينا لسه معاكم ومعانا مشرفنا النجم الجميل صاحب الدم الخفيف الفنان والنجم محمد لطفي. محمد انت قلت الكوميديا يعني يحيى الفخراني، ليه؟ اشمعنى يحيى الفخراني؟ في نجوم كوميديانات كتير. استاذ كبير، انت شخصيا كوميديان كبير، اشمعنى يحيى الفخراني تحديدا يا محمد؟ كويس دكتور، استاذ كبير. اشتغلت معاه قبل كده؟ اشتغلت معاه. في ايه؟ في شرف فتح الباب وفي ابن الارندلي. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ مش باين. ظبط لك ليه؟ طيب كده ايه الصوت ده؟ الفنان محمد لطفي، اخبارك مع زهره وازواجها او زهره وازواجها؟ ايه الصوت ده يا جماعه؟ في ايه؟ مفيش حاجه. انا قلت لك ايه؟ زهره وازواجها. كويس قوي. ايه دورك ايه في كويس. العمل ده كويس الحمد لله تمام. لسه هنبتدئ ان شاء الله ويبقى خير ان شاء الله باذن الله. طب نسمع حاجه. نسمع حاجه برضه عمرو دياب تاني لو سمحت. عمرو دياب عشان خاطر النجم الجميل محمد لطفي. هنرجع لكم بعد عمرو دياب، تابعونا. شكرا يا جماعه. انتوا جايبين لي حد يطبطب عليا بيه وانا بشتغل؟ وده كلام يا اساتذه، ما تخلونيش بقى اتعصب يعني. انا هوا. لسه معانا الفنان الجميل مستمعينا النجم الكوميدي محمد لطفي. محمد انت غنيت في الافلام، ما فكرتش ان انت تعمل سي دي؟ لا هي بتبقى لخدمه العمل بس. انا ممثل وربنا مدي لي موهبتي كممثل، فانا بشتغل شغلي بس. لكن دي حاجه عمري ما بفكر فيها، ولما يجي جوه فيلم لخدمه العمل يعني، مش بس عارف. مش اكتر بقى. طب احنا معانا تليفون يا محمد. الو. الو. ايوه. كيف حالك يا مروان؟ الحمد لله تمام. معك دعيش القرش حبيبي. اهلا يا استاذ دعيش، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، اخبارك ايه؟ تمام حبيبي الحمد لله نحمد الله. الحمد لله. اسمعك الحين وانا ماشي معك الفنان محمد لطفي. ايه حبيبي، الحب كثير. انت منين يا استاذ دعيش؟ رجال محترم، ممثل شاطر، متمكن من ادواته، نحبه جدا جدا. الله يبارك فيك. ايه والله اشهر فيلم احبه لك اتفرج عليه كثير، صعيدي في الجامعه الامريكيه مع الفنان احمد السقا ومحمد هنيدي. كويس. الرائع. شفت له ايه تاني مؤخرا يا استاذ دعيش؟ فيلم تيتو تقريبا. مع احمد السقا برضه صح؟ واضح ان تيتو حمرا كده. بتتدخل في الورق اللي بيجي لك يا محمد لما بيجي يتعرض عليك ورق؟ بتتدخل في السيناريو؟ لا ما تدخلش يعني. عايز في السيناريو. عايز اعدل الدور، عايز اخلي لا ما تدخلش في السيناريو خالص. ممكن اقول رايي في الشخصيه بس اللي انا بلعبها، او الجمله دي مش مريحاني عايز احط بينها حاجه واقفلها بحاجه تاني. ممكن يعني اعمل فيها جوه الجمله نفسها بعد التغيير يعني. او لو هو قصد المؤلف، لو المؤلف قصد ضحك لو المؤلف أسد كوميدي يعني. وممكن أنا عندي حاجة ألطف بقول له عليها، لو عجبته بسط منها بنحطها هي أحسن. لكن ما بتتدخلش لصالح العمل. لصالح العمل. طيب بتفضل العمل مع فنانين معينين؟ بفضل العمل مع كل الفنانين في الدنيا. مفيش حاجة اسمها معينين ولا مثلثين. الأشكال الهندسية دي بدا دي بقى معين ومثلث ولا إيه، في إيه مستطيل بقى. مستمعينا لسه معانا منورنا النجم الفنان الكوميدي محمد لطفي، تابعونا بعد الفاصل. اتفضل. متهيألي بقى كده كفايه، مفيش فواصل بقى عشان انا فعلا اتاخرت. ايه رايك؟ احنا على طول والله. اقفل. اخر فاصل يا جماعه. احسن من دوت. ايه؟ المايك اللي فوق احسن من دوت. طيب هو المايك دلوقتي على يمين الاستاذ محمد، قول لي وانا اظبطه له بدل ما انت تقوم وتتعب نفسك وتجيب سلالم. فنعمل ايه؟ شغلي. ايه شغلي. طيب انا ولا تضايق. طيب. هو مضايقنا في ايه يعني؟ شغلي. انا عشان هو ما يتعبش. لو سمحت هو مش تعبان. طيب. هو قاعد. انا واقف معاك يا باشمهندس. ده شغلي. انا واقف معاك. طيب يا باشمهندس حاسب بس راسك. حاسب راسك. ايوه سعادتك منورنا. الله يخليك. منورنا. اتفضل. ازيك يا مروان؟ ينسون بقى وبتسلك الحمد. ايه ايوه عشان نغني. ازيك يا مروان؟ الحمد لله تمام. تمام اتفضل. اتفضل الله يكرمك. سكسكه. طيب س س س س س تمام يا باشمهندس. شكرا يا مروان. طيب استاذ محمد بقى. ابو نوسة كده تمام. هيا يا باشمهندس مره كمان لو سمحت بس اعدل له التيله.
يا ايه ده مذيع يبقى ماسك زراديه في ايده بعد كده. طبعا ال 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 اي حاجه فيها سين ستي بسبستي ست وبسبست له بسبوسه بالسمن والسكر والعسل، عسل وكسل يا باش مهندس ولا لا زي العسل، ايه رايك؟ تمام كده، شكرا. مش عايز بقى سكر وعسل وكل، والنبي حد يجيب لي الشاي لان الشاي ده قرب يخلص. يا الهواء باشمهندس يحيى، بعد اللي بعد اللي ماشي في الفصل فصل الاول عشان عندنا اهو يا باشمهندس. اللهم صل على النبي. مساء الخير يا استاذ لطفي. الله يخليك يا فندم، استاذ حضرتك. ازيك حبيبي؟ اهلا وسهلا. ازي سيادتك؟ الله يخليك، نورني. الله يخليك يا فندم، الله يخليك يا فندم. باشمهندس يحيى، هو استاذ محمد قاعد على يمينك. الموهبه في الصوت. اه خلي بالك ما تتكلمش في حاجه بقى، انا فهمت الموضوع. اتفضل كده يا استاذ لطفي، تحت امرك. قول واحد اتنين. واحد اتنين، واحد اتنين. مستمعينا مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ضيفنا اللي منورنا النهاردة هو فنان خفيف الدم، نجمنا اللي مشرفنا النهاردة ومنورنا هو النجم محمد لطفي. يا محمد مساء الفل وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كله مية مية؟ كل خير. حكاية تجربتك الكتابية في فيلم أولاد البلد. لا أنا بص مش عايز أتورط في الحكاية دي. ليه بقى؟ انا ما جربتش. لا ده خبر كده طلع غريب. انا احنا ما كتبتش فيلم. ف اتفضل يا محمد اتفضل. فيعني الحقيقه انا ما كتبتش الفيلم. مالك يا مروان في ايه؟ لا انا بس بقى عايزين نشرح لمستمعينا، احنا بنسجل بقى لنا كتير قاعدين من الصبح. معلش انا مسامح بس واضح ان انت داخل تنطق هنا جنبي اذاعه بقى ومحدش شايف. محدش شايف بالظبط كده. هتقوم تمشي لي على السقف؟ لا لا على الارض بس. طب يلا. طيب كنا في الكتابه. لا انا الحقيقه ما جربتش اكتب خالص، لكن يعني ممكن ابقى مشارك في الحوار. يعني نوع الحوار خصوصا لما يبقى المايك جوه بقي فالحوار هيطلع عجيب جدا. خلي بالك مستمعينا، خليكم معانا النجم الفنان محمد لطفي منورنا ومشرفنا النهارده. فاصل اعلاني سريع ونرجع على طول معاكم. يا باشمهندس يا مورو، انت بتقولي المايك بيخروش يا جماعه؟ في مشكله يا باشمهندس؟ في مشكله يا باشمهندس يحيى؟ ما تزعقلوش. انا مش بزعق. حاضر. مش دي المشكله. لا لا يا عصام، انا مش بعيب. انت غلط. خش شوف المايك. عبقرة السمع في العالم. تعال يا سامع. لا يا حبيبي انت بقى ايه، بص تقف على هيك كده بص. لا روح اقف بعيد، روح اقف بعيد يا عم. مايك ايه يا عم؟ مايك اهو يا حبيبي. مايك اهو. روح يا كابتن. اتفضل 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 بقى دلوقتي. لا اتفضل، متشكر على ذوقك. شكرا 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 شكرا. ما تاكل لبان ليه في الجو ده؟ يلا تكرع الله. انت عايز يا حبيبي؟ لا يا حبيبي تمام. هو المذيع هو في مهندس. يا باشمهندس يحيى، احنا يعني يا ريت تيجي انت تتابع بنفسك بعد اذنك. لا سيبهم هم لبعض، تابعوا مع بعض يا جماعه لما اجي لكم تاني. همشي المشوار ده كله. يلا يا جماعه دي على الهوا. يا راجل ولا هوا ولا ورا محمد. يلا يا محمد انت معاك مساعد. بص يا باشمهندس يحيى، خليك معانا. المشكله ان انت شايف النور. بص هنستسمحك بس احنا عايزينك انت معانا، مش عايزين حد تاني بعد اذنك. فخليك بس واقف، لو في مشكله انا هقول لك في ودنك. هجيب كرسي واقعد هنا. ماشي بعد اذنك. واقعد الكرسي. ايه ايه الواد اللي بيدخل هو ماله بينا يا عم؟ الناس دي والله ما عارف. انا ما بشوفش اشكالا. ما هو دي هحاول اعمل ايه. ما ممكن تشوفش اشكال بس تشوف تصرفات. انا شايف انوار والله يا استاذ لطفي. خلاص 3 2 هوا. مستمعينا لسه معاكم ومعانا مشرفنا النجم الجميل صاحب الدم الخفيف الفنان والنجم محمد لطفي. محمد انت قلت الكوميديا يعني يحيى الفخراني. ليه؟ اشمعنى يحيى الفخراني؟ في نجوم كوميديانات كتير. استاذ كبير. انت شخصيا كوميديان كبير، اشمعنى يحيى الفخراني تحديدا؟ يا محمد. كويس دكتور، استاذ كبير. اشتغلت معاه قبل كده؟ اشتغلت معاه. في ايه؟ في شرف فتح الباب. وفي ابن الارندلي. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ امشي بينا. ظبط لك ليه طيب كده؟ ايه الصوت ده؟
الفنان محمد لطفي، اخبارك مع زهره وازواجها او زهره وازواجها؟ ايه الصوت ده يا جماعه؟ في ايه؟ مفيش حاجه. انا قلت لك ايه؟ زهره وازواجها. اه كويس قوي. ايه دورك ايه في كويس. العمل ده؟ كويس الحمد لله تمام. لسه هنبتدئ ان شاء الله ويبقى خير ان شاء الله باذن الله. طب نسمع حاجه؟ نسمع حاجه برضه عمرو دياب تاني لو سمحت. عمرو دياب عشان خاطر النجم الجميل محمد لطفي. هنرجع لكم بعد عمرو دياب، تابعونا. شكرا يا جماعه. انتوا جايبين لي حد يطبطب عليا بيه وانا بشتغل؟ وده كلام يا اساتذه، ما تخلونيش بقى اتعصب يعني. انا هوا. لسه معانا الفنان الجميل مستمعينا النجم الكوميدي محمد لطفي. محمد، انت غنيت في الافلام، ما فكرتش ان انت تعمل سي دي؟ لا، هي بتبقى لخدمه العمل بس. انا ممثل وربنا مدي لي موهبتي كممثل، فانا بشتغل شغلي بس. لكن دي حاجه عمري ما بفكر فيها، ولما يجي جوه فيلم لخدمه العمل يعني، مش بس عارف. مش اكتر بس. طب احنا معانا تليفون يا محمد. الو. الو. ايوه، كيف حالك يا مروان؟ الحمد لله تمام. معك دعيش القرش حبيبي. اهلا يا استاذ دعيش، كيف حالك؟ شو الحمد لله بخير، اخبارك ايه؟ تمام حبيبي، الحمد لله نحمد الله. الحمد لله. أسمعك الحين وأنا ماشي معك الفنان محمد لطفي. إيه حبيبي، الحب كثير. أنت منين يا أستاذ دعيش؟ رجال محترم، ممثل شاطر، متمكن من أدواته، نحبه جدا جدا. الله يبارك فيك. إيه والله، أشهر فيلم أحبه لك أتفرج عليه كثير، صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان أحمد السقا ومحمد هنيدي. آه كويس. رائع. شفت له إيه تاني مؤخرا يا أستاذ دعيش؟ فيلم تيتو تقريبا. مع احمد السقا برضه صح؟ واضح ان تيتو حمرا كده. بتتدخل في الورق اللي بيجي لك يا محمد لما بيتعرض عليك ورق؟ بتتدخل في السيناريو؟ لا ما تدخلش. يعني في السيناريو عايز اعدل الدور، عايز اخلي لا ما تدخلش في السيناريو خالص. ممكن اقول رايي في الشخصيه بس اللي انا بلعبها، او الجمله دي مش مريحاني عايز احط بينها حاجه واقفلها بحاجه تاني. ممكن يعني اعمل فيها جوه الجمله نفسها بعد التغيير يعني. او لو هو قصد المؤلف، لو المؤلف قصد ضحك، لو المؤلف قصد ضحك، لو المؤلف قصد كوميدي يعني. وممكن انا عندي حاجه الطف بقول له عليها، لو عجبته وبسط منها بنحطها هي احسن. لكن ما بتتدخلش لصالح العمل. لصالح العمل. طيب بتفضل العمل مع فنانين معينين؟ بفضل العمل مع كل الفنانين في الدنيا. مفيش حاجه اسمها معينين ولا مثلثين. الاشكال الهندسيه دي بدأ دي بقى معين ومثلث ولا ايه؟ في ايه مستطيل بقى؟ مستمعينا لسه معانا منورنا النجم الفنان الكوميدي محمد لطفي، تابعونا بعد الفاصل. اتفضل. متهيألي بقى كده كفايه، مفيش فواصل بقى عشان انا فعلا اتاخرت. ايه رايك؟ احنا على طول والله. اقفل. اخر فاصل يا جماعه. احسن من دوت. ايه؟ المايك اللي فوق. طيب هو المايك دلوقتي على يمين الاستاذ محمد، قول لي وانا اظبطه له بدل ما انت تقوم وتتعب نفسك وتجيب سلالم. فنعمل ايه؟ شغلي لو سمحت. ايه شغلي؟ طيب انا ولا اتضايق؟ طيب. هو مضايقنا في ايه يعني؟ شغلي انا عشان هو ما يتعبش. لو سمحت هو مش تعبان، هو طيب. قاعد لو سمحت. انا واقف معاك يا باشمهندس. ده شغلي. انا واقف معاك. طيب يا باشمهندس حاسب بس راسك. حاسب راسك.